فير بلاي. رجعنا لكم من جديد في فير بلاي، نستقبلوا البطلة التونسية والبطلة الأولمبية بالتليفون. حبيبة الغريبة أكيد البارح سمعنا أخبار من تعيينها كسفيرة للرياضة التونسية من قبل وزارة شؤون الشباب والرياضة. معنا بالتليفون حبيبة الغريبة، رحبوا بك يا حبيبة وإن شاء الله مبروك التتويج هذا. حبيبة عسلامة، مرحبا بكم، يعطيك الصحة. التتويج هذا بالنسبة لي أنا حاجة فرحتني برشا، بما أني أول تونسية تتحصل على لقب سفيرة الرياضة التونسية، وهذه ما تكون كان بالنسبة لي أنا مهمة جديدة، وبالنسبة لي أنا مسؤولية، خاصة أني معناها باش نمثل الرياضيين الكل ورياضة الكل في تونس. ولا حاجة تفرحني، نشكر بيان سور الناس اللي أعطوني الثقة هذه، سورتو معناها اللي خدموا باش يكون هذا حدث أوفيسيال، معناها يقعد للتاريخ، خاطر مرة معناها تصير في تونس، خاطر تعرفوا احنا سفراء بطبيعتنا، مي لي امباسادور، مي كي تعطيك لقب معناها يبدا اوفيسيال من عند الدوله، حاجه بالنسبه لي تفرحني برشا. سيد احمد قعلول هو خدم عليه الوزير الشباب والرياضه توا الحالي، خدم عليه اللي هو كان كاتب دوله، دونك كان اقترح الاقتراح هذا على الوزيره السابقه مدام سونيا بشيخ، وما كملوش فيه الحقيقه، هو عنده معناها عام وكيكا، دونك كي جاي هو شد وزير، اول مقابله كانت اوفيسيال بين السيد الوزير، اول حاجه اقترحها ليا وقال لي انا ككاتب دوله معناها اول حاجه اقترحت عليك وقتها كنت كاتب دوله باش نكملوا فيها ونمنحك التيتر هذا، خاطر تستحق وخاطر شرفت تونس وشرفت الرياضة التونسية والرياضة النسائية، دونك أكثر أقل حاجة معناها كيف ما نقولوا احنا نعطيوها لك، دونك الحقيقة فرحتني برشا ونشكرهم الناس الكل اللي معناها اللي ساندوا الفكرة هذي، وإن شاء الله أنا نكون في المستوى وكهو ان شاء الله نكون بمهامي، هو خاطر مهمة السفيرة راهي مش كان باللقب، خاطر تعرف السفير دونك باش يمثل رياضة الكل. جوستومون باش نسألك حبيبة انا لهنا، اللقب شرفي والا شنو معناها السفيرة بالضبط، شنو تعمل معناها؟ هو بيان سور اول حاجة شرفي خاطر امباسادور معناها انت باش تمثل بلادك، اي يكونوا اي حاجات معناها دولية، أي ملتقيات، أي ديزيفينمون في تونس ولا خارج تونس ولا حاجة، أنا معناها مش نكون سفيرة لبلادي، نجم ندافع على حاجات، معناها نجم نعمل حاجات لتونس، حاجات جديدة نجم ندافع عليهم حتى في معناها الإشيال انترناسيونال، فهمت؟ دونك نمثل بلادي، فما هذه فكرة الكل، كانت كيف ما تعرفوا برشا عباد أخرين ممثلين في الرياضة الفردية، وصلت معناها فيس بريزيدونت سيو سيدنا والمتوكل بالنسبة لي أنا، هذه كإكزامبل وإن شاء الله نتبع المنوال متاحة وكهو، دونك ماهيش حاجة معناها شرفية كهو، حاجة مهمة، حتى هي عبارة معناها عبد باش عنده مهمة في الرياضة ولازم يقوم بها. إي وماديا مهمة زادة؟ ماديا سالير يعني شهرية من عادية، معناها مش حاجة اللي كيف ما نقولوا احنا محترمة في مستوى الانجازات اللي قمت بها انا ولا صحيح. وهذاك علاش معناها يلزمني انا نحترم المنصب هذايا اللي عطاوه لي. باه يعطيك الصحة، شكرا لك حبيبة، بالتوفيق ليك. اكيد التحضيرات للألعاب الأولمبية ماشية ولا تحضيرات الألعاب الأولمبية بالنسبة لي أنا ما تعرفوا كيف ما تعرفوا أنا اعتزلت الرياضة، هذي علاش هم عطاوني معني خطة السفيرة، خاطر بالنسبة لي أنا قلت لهم اللي أنا اعتزلت الرياضة وما عادش نعمل الكومبيتيشن، نحكي للوليدات الرياضيين نتاعنا معناها في باعتبار خطة جديدة الرياضيين نتاعنا، فما اللي وقفوا بيان سور اللي هم وخروا الألعاب الأولمبية، فما اللي كانت في صالحهم الحقيقة وفما اللي ما كانتش في صالحهم، أنا نحاول معناها نعطيهم النصايح، خاطر تعرفوا اللي حضر الألعاب الأولمبية راهي مش تحضيرات نتاع عام وأشهرة، فما عباد أربع سنين كيف ما الأبطال نتاعنا معناها السابقين، تعرفوا إيناس بوبكري، مروة عمري،
الناس اللي عندهم معناها تقولوا احنا اوبجكتيف يزيدوا عاودوا يطلعوا على البوديوم، حكيت معاهم شويه تحضيراتهم مازالت متكامله معناها كملوا في التحضيرات نتاعهم. فما اللي يقول لي حبيبه راني انا جيت كوفيتير تحت شويه باش نجمت خاطر الشارج معناها كيف ما تعرفوا رياضي يتعب معناها سيزون سيزون على بعضه، دونك تحت لهم باش يتنفسوا شويه ويعاودوا يرجعوا التحضيرات انتنسيف شويه للالعاب الاولمبيه 2021. نتمنى لهم كل بيان سور ان شاء الله ربي معاهم ربي يعاونهم، وانا جوستي لا بيان سور اللي يحب اي نصيحه ولا اي سؤال ولا يحب يعمل اي حاجه انا موجوده وباش نكون في استماعهم وبيان سور ونحاول نعاونهم باللي نقدر ومع وزاره الرياضه وحتى مع الجامعات نتاعهم نحاول نكون معناها في علاقه هكايا باش تخليني انا نعاون الرياضيين في تحضيراتهم وباش يكونوا مرتاحين، خاصة خاطر الراحة النفسية والأكثر منها البدنية، خاطر البدنية يرتاحوا في ترينيو، أما النفسية كي يبدأ إنسان يحضر ونفسيته مرتاحة وما ناقصه حتى شيء وقتها تجي النتيجة. وهذا مهم ينجم يكون نفسية الرياضي تلعب على لي بيزنيسيغ نتاعو، الإصابات دونك تخليه ما يعملش إصابات. هذاك علاش راهو يلزم انسان يعرف واش معناها الرياضه ومارس الرياضه يفهم الرياضيين باش ينجم يعاون المسؤولين والمحيطين به، دونك حاجه مهمه برشا. ينجم يكون حبيبه اخر سؤال، ينجم يكون ترضي عليك بعد المشكله اللي صارت قبل بخصوص لقب منشط رياضي؟ سامحني ما فهمتكش. السفيرة نتاع الرياضة نجم نقول لك ترضي عليك بعد المشكلة اللي صارت قبل بخصوص المنشط الرياضي؟ لا 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 ولا ما عندوش علاقة؟ هي هذه لا ما عندها حتى علاقة. هذا علاش قلت لكم أنا راني أنا كي حكيت الموضوع الآخر بالنسبة لي أنا تعدى ومعادش نحب نرجع فيه. أما أنا حكيت بارونتيز حليتها وفات ما ماهيش ترضية. قلت لك أنا من 2018 وهو اقترح عليا أبار هذيك هذيك نتاع التنشيط الرياضي هذيك وحدها ما عندهاش علاقة بخطتي كسفيرة. دونك هذيك على روحها وسيد وزير الرياضه بيان سور سيد احمد قالولو وعدني قال لي هذاك حق من حقوقك ومش تاخذه، وهو بيدو معناها يشاطرني الراي وان شاء الله على قريب تو ناخذه وتكسر سواء قانونيا والا بالحق معناها حق هذاك تسمى نقول انا حق. دونك ان شاء الله ربي ينور الحق وتعاون. واضح، يعطيك الصحه، شكرا لك حبيبه. اكيد احسن سفيره للرياضه التونسيه باش تكون، خصوصا بعد ما شرفت تونس قبل في المحافل الدوليه، ان شاء الله تشرفها ايضا في المنصب الجديد نتاعك. موزيكا وبعد مواصلين في فير بلاي.